أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من البرنامج للرواد فقط، وضيفي من المملكة العربية السعودية الشيخ عبد المعطي كعكي، هو رئيس نادي الوحدة الأسبق ورئيس مجلس إدارة مجموعة كعكي الرياضية. أهلا وسهلا سيدي الكريم. أهلا وسهلا أخت ماريا، شكرا على الاستضافة ومبسوط أن أنا معك. أهلا بك. مثل العادة نبدأ في هذا الحوار من محور الدراسة والطفولة. العائلة هي عائلة رياضية، والدك عبد الله أحمد كعكي كان لديه اهتمامات في هذا المجال، هل لهذا السبب دخلتم مجال الرياضة؟ صحيح، العائلة رياضية، وهذا سبب من الأسباب أنه دخلت المجال الرياضي، يعني كممارسة وعشق وكبزنس كمان. الوالد زي ما تفضلت الله يرحمه كان محب للرياضة وداعي لنادي الوحدة، هو شجعنا على حب الرياضة وممارسة الرياضة. العم أبو سمير كعكي كان لاعب قديم في نادي الوحدة، من أوائل من لاعب كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وبعد ما اعتزل كرة القدم صار حكم ساحة، وهو يعتبر أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية على الفيفا. أخويا عادل برضو كان رئيس أعضاء الشرف في نادي الوحدة. سامي أخويا عضو مجلس إدارة وأمين صندوق في نادي الوحدة. ثم بعد كده أنا يعني التحقت في إدارة نادي الوحدة عام 2001 كعضو مجلس إدارة، وبعد كده نائب رئيس، وبعد كده 2009 الحمد لله كرئيس للنادي. سنتحدث عن نادي الوحدة بالتفصيل، ولكن دعني أعود في الذاكرة إلى أيام الدراسة بالولايات المتحدة. حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير أيضا من جامعة ميامي. هل الدراسة في المملكة العربية السعودية حفزتك أكثر على معرفة أهدافك العملية؟ أكيد الدراسة في أمريكا في الولايات المتحدة تعلمت منها أشياء كثير في الفترة اللي أنا موجود فيها هناك. طبعا في البداية تعلمت أنه أنا أعتمد على نفسي اعتماد كلي طبعا، وتعلمت كمان أنه الوقت الوقت من ذهب زي ما يقولوا، الوقت مهم جدا، وما كنت يعني الحمد لله بضيع وقتي، كنت دائما يعني أشغل وقتي بأشياء مفيدة ممكن تفيدنا في المستقبل. هناك طبعا في أمريكا كنت بتابع الرياضة هناك الـ NFL هو كرة القدم الأمريكية، NFL و NBA كرة السلة طبعا، وكان واحد بيشوف يعني الأمريكان بياخدوا يعني معنى تاني للرياضة والبزنس الرياضي. ففي وقتها طبعا قررت انه انا لما ارجع السعوديه انه الرياضه مو بس اخليها كهوايه، انه كمان تكون كعمل كبزنس. انت بتقول عن الرياضه هي حيويه وحياه، يعني لا تتخيل حياه بدون رياضه، هل هذا ينطبق على حياتك اليوميه بممارسه الرياضه وحول وتلقن ذلك لابنائك، ام هي فقط فلسفه؟ لا فعلا الرياضه بالنسبه لي هي الحياه، هي النشاط. بحاول قد ما اقدر انه انا امارس الرياضه يوميا، يمكن الواحد في بعض الاحيان وقته ما بيسمح، لكن بحاول دائما على قد ما اقدر ان امارس الرياضه، وبتابع طبعا الرياضه الدوريات الاوروبيه. الاولاد عندي ما شاء الله عندي ولدين وبنتين الحمد لله، فحتى هم كمان بشجعهم ان هم يمارسوا الرياضه، فما شاء الله طالعين رياضيين ويحبوا الرياضه. كيف كانت البدايات والمراحل الأولى لرئاستك لنادي الوحدة؟ طبعا الأمير سمو الأمير سلطان بن فهد كان الرئيس العام للنادي، وهو الذي رشحك للرئاسة وتم تعيينك بعدها، حدثنا عن تلك الفترة. طبعا فعلا عام 2009 تم تكليفي من قبل الأمير سلطان بن فهد اللي هو في ذيك الفترة كان الرئيس العام لرعاية الشباب برئاسة نادي الوحدة وتشكيل مجلس إدارة معايا. الحمد لله طبعا فرصة أن أنا أشكر الأمير سلطان على ثقته، وبعد ما تم تكليفنا برئاسة النادي ذهبت أنا ومجلس الإدارة للرياض وقابلنا الأمير سلطان في المجمع الأولمبي هناك، وشكرناه على هذه الثقة الحمد لله. كيف تصف علاقتك بسمو الأمير حتى الآن؟ هل هي مستمرة؟
العلاقة طيبة الحمد لله، لكننا فعلا يمكن مشاغل الأمير متواجد يمكن في بعض الأحيان معظم الأحيان خارج المملكة، لكن العلاقة طيبة زي ما قلت لك أخت ماريا. في البداية على طول بعد ما تم تكليفي ذهبت لي وشكرته على الثقة، وأثناء وجودي في نادي الوحدة جاء الأمير سلطان وزارنا في مكة في نادي الوحدة. وطبعا الأمير سلطان يعني قليل إنه هو يزور الأندية أو منشآت الأندية، ولكن نادي الوحدة كان لي طبعا يعني حزوة زي ما أقول حظوة لي عنده الحمد لله، فجاء زارنا مكة وطبعا يشكر على هذه الزيارة. تلك الفترة التي كنتم فيها رئيسا، ماذا قدمتم للنادي على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي على صعيد الإجراءات الإدارية، تحسين الأداء؟ ما هي أهم شيء ما يميز وجودكم خلال تلك الفترة في رئاسة هذا النادي؟ الحمد لله ماديا طبعا دعمت النادي ماديا، وهذا بالعكس هذا واجب علي كرئيس للنادي في تلك الفترة، وكمحب لنادي الوحدة ولمكة المكرمة. وأنا تشرفت الحقيقة في تلك الفترة أنه أترأس نادي الوحدة اللي هو يقع في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. إداريا وفنيا حاولنا طبعا نحن نشتغل على الأمور هذه، وحاولنا نطور الألعاب عندنا والمنشآت ولله الحمد حصلنا على بعض النجاحات والإنجازات فيما يخص الألعاب الفردية زي الجود والكاراتيه، وكمان في الألعاب الجماعية كرة اليد حصلنا على بطولات. والحمد لله في تلك الفترة حصلنا على رابع أكثر نادي يحصل على بطولات في تلك السنة، بعد طبعا الهلال والأهلي والفتح، وثم جاء بعدهم الوحدة. وبالمناسبة الوحدة طبعا من أكثر الأندية اللي يملك أنشطة وألعاب مختلفة، يمكن أيضا حوالي أكثر من هناك نادي أكثر أيضا، كيف كانت مرحلة البناء والتطوير للنادي الذي يضم مركز رياضي ويضم أيضا عيادات تعالج المصابين من اللاعبين؟ نعم. نادي الوحدة طبعا يعتبروه منشأته ممتازة، نموذج A، فما شاء الله في نادي في منشآت على أعلى مستوى وملاعب موجودة ولله الحمد. في تلك الفترة طبعا عملنا بجد إن احنا نطور المنشآت هناك، فالحمد لله في البداية أنشأنا عيادة طبية أو إعادة إنشاء للعيادة الطبية هناك، اللي هي العيادة اللي تختص بالعلاج الطبيعي وإصابات الملاعب. فعدناها من جديد الحمد لله، وحدثنا الأجهزة اللي موجودة في العيادة. طبعا كمان أنشأنا اللي هي صالة حديد اللي هي الجيم في ذيك الفترة، وكمان أنشأنا ولله الحمد مركز إعلان في ذيك الفترة، تمام. وكان اللي افتتحه الأمير سلطان بن فهد زي ما ذكرت لك في زيارة نادي الوحدة، هو نعم، اللي افتتح المركز الإعلامي. أنتقل إلى الخبرة العملية وأتحدث هنا عن رئاستك لمجلس إدارة مجموعة كاك الرياضية اللي بتضم تحتها شركة نجوم الملاعب، المضمار الرياضي، ركائز العلاج الطبي، وأكاديمية كاشي الرياضية. كيف انتقلتم إلى عالم البزنس هذا، وهل كان هناك صعوبة؟ وحدثنا أكثر عن مهامك في هذه الشركة. طبعا زي ما ذكرت لك اخت ماريا في البدايه، في اثناء تواجدي في امريكا جاتني الفكره انه انا اكون شركه رياضيه، وبعد ما رجعت طبعا والتحقت بنادي الوحده، الواحد شاف انه عمليا المجال والساحه محتاجه لشركه رياضيه ومنظومه عمل متكامله. فالحمد لله المجموعه تتكون من شركه نجوم الملاعب اللي هي تسويق واستثمار رياضي، تختص في تسويق اللاعبين المدربين المعسكرات الرياضيه وتنظيم المهرجانات والاحداث الرياضيه، وكمان فيها اللي هو المضمار الرياضي اللي هو سبورتس رانوي. هذه شركه تختص بالملابس الرياضيه وبالطباعه. ركائز العلاج تختص طبعا بالعلاج الطبيعي وبإصابات الملاعب، وأكاديمية كرة القدم اللي هي طبعا تعليم الصغار نشر فنون وأساسيات كرة القدم، فهي جميل. منظومة عمل متكاملة. أنت شريك في شركات صناعة كاكي للتجارة والصناعة، وأيضا محمد عبد الله أحمد كاكي للعقارات. هل هناك اهتمام في هذا المجال العقاري، وأتى كشغل عائلي أم ماذا؟
نعم، زي ما ذكرنا أخت ماريا اللي هي مجموعة الكعك الرياضية، هذا بيزنس خاص بي أنا. الشركات الأخرى اللي هي فاميلي بيزنس، يعني شركة صناعة الكعكي اللي هي شركة يعني من ضمن الشركات اللي هي المخابز الآلية ومصانع الثلج. هذا طبعا شغل آبائنا وأجدادنا الحمد لله، وإلى الآن نحن مستمرين عليه. بالنسبة للشركة العقارية، طبعا في اهتمامات عقارية بحكم وجودنا في مكة وقرب الحرم الشريف. ف عندنا الحمد لله يعني عقارات في السعودية وخارج السعودية، وفي اهتمامات بالإنشاءات والتطوير العقاري. طيب برأيك أستاذ عبد المعطي، الشعب السعودي مهتم بالرياضة، هل هو عبر الفطرة أم البيئة الحاضنة أم التعليم منذ الصغر أم ماذا؟ ما السبب في اهتمامهم بالرياضة بشكل أساسي، وهناك حدية في التعاطي بين الأندية يعني ومناصرة الأندية في مسألة التنافس؟ والله أكون معك صريح أخت ماريا، الشعب السعودي ما هو رياضي بالفطرة، ولكن الحمد لله الآن يعني واضح أنه في اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالرياضة وتشجيع الشباب أنه يمارس الرياضة. 75% تقريبا من عدد سكان المملكة حاليا أقل من 25 سنة، فيعتبروا شباب يعني. فالشباب يعني دائما لما نقول الشباب، الرياضة والشباب دائما القطاعين هذه مع بعض. والآن الحكومة طبعا بتشجع على الرياضة وممارسة الرياضة، وفي دعم كبير من الحكومة عندنا للتشجيع على الرياضة وممارسة الرياضة. ننظر إلى الفترات الأخيرة الماضية، يعني صارت أحداث رياضية كثير في المملكة ما كنا نشوفها من أول كثير. قصدك كل شيء بيندرج تحت رؤية 2030، النشاطات التي تندرج تحت الرؤية، كيف تنظر إلى هذا صحيح التغير؟ نعم صحيح، جزء كبير جدا من رؤية 2030 يختص بالرياضة والتشجيع على ممارسة الرياضة والعمل في المجال الرياضي. وهذا واضح، الدعم الحكومي للأندية السعودية يعني دعم الحقيقة، يعني دعم خيالي يشكر عليه. ولاحظنا برضو كمان التشجيع على الرياضة، ولاحظنا طبعا استضافة الأحداث العالمية الرياضية في السعودية. احنا لاحظنا الفترة الماضية غريب جدا بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة وايلدر وريوس أقيمت هنا في السعودية. لاحظنا المصارعة الحرة للمحترفين WWE برضو شو في السعودية، وأقاموا عدة حفلات طبعا مباريات في السعودية. لاحظنا الراليات العالمية برضو جو في السعودية هنا الحمد لله، وقريب جدا إن شاء الله في نهاية عام 2021 هيقام سباق السيارات فورمولا 1 في السعودية. نعم. فطبعا هذا شيء كبير مشجع جدا وما هو عادي والحمد لله. نعم، لديكم مشاريع أخرى خاصها بالإعلام، أنت بتمثل المملكة لوسائل إعلامية أمريكية مهتمة بالتكنولوجيا ونقلتوها إلى اللغة العربية، كيف بدأت بهذا الاستثمار؟ وحدثنا أكثر عن Personal Computing Magazine و IGN أيضا، موقع خاص بالترفيه. أوكي شكرا، هذه من ضمن المشاريع الجديدة الحمد لله اللي شغالين عليها الآن. دي سي ماجازين، هذه كانت أخت ماريا في السابق مجلة ورقية قبل حوالي أكثر من 20 سنة. المجلة الورقية هذه الحمد لله توقفت، والآن بقي بس موقع أونلاين. الموقع هذا يختص بالتكنولوجيا، بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والإي سبورت والفيديو جيمينج والتعليم. الحمد لله مجموعة كعكي أخذت تشغيل هذه العلامة وهذا الموقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني حيكون في ترجمة للمحتوى العالمي باللغة العربية، وحيكون برضو كمان نسخة باللغة الإنجليزية. فيما يخص الاي جي ان اكبر موقع يعني ومجتمع ترفيهي في العالم. بنتكلم اخت ماريا عن السينما، عن التلفاز، السينما والتلفاز والفيديو جيمنج
والإي سبورت كمان. راح يكون طبعا تجربة جديدة في صناعة الترفيه في المنطقة إن شاء الله. نأمل أن يكون نأمل أن يكون هناك تعاون مع هيئة الترفيه. نتمنى ذلك الحمد لله. بنشوف ما شاء الله هيئة الترفيه نشاطها واضح والقائمين على الهيئة جهودهم واضحة ويشكر عليها. نتمنى التعاون معهم إن شاء الله. كمان طبعا نحن عندنا تطلع لإنشاء استوديو لصناعة الأفلام في المنطقة. طبعا برضو الحمد لله أخذنا هذه العلامة تشغيل هذه العلامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتمنى طبعا نعم. على صعيد آخر هناك يعني معلومة يمكن أغفلناها كان لازم أسألها في أول حلقة عن تشغيل تونس لك، يعني أنت تمثل النادي الأفريقي في تونس بما يخص أكاديمية التعليم، كيف جاء اختيار هذا المشروع؟ أيوة الحمد لله صار اتفاق بيننا وبين النادي الأفريقي في تونس. طبعا الكل يعرف النادي الأفريقي أكبر جماهيرية في تونس، فصار في اتفاق إنه مجموعة كاكي تشغل وتدير أكاديميات النادي في جميع بقاع تونس. الحمد لله بدأنا بفرعين في تونس العاصمة، يعني هيكون يعني إدارة وتشغيل وتعليم الصغار كرة القدم، وإن شاء الله في فكرة في المستقبل كمان نفتح فروع أخرى في جميع مدن تونس بإذن الله. من ضمن مجموعة كاك الرياضية هل هناك استثمارات جديدة واتجاه إلى خارج الشرق الأوسط إلى دول أوروبية مثلا؟ فعلا أخت ماريا شكرا على السؤال. عندنا استثمارات في الأندية الأوروبية، عندنا استثمارات في نادي في عدد اثنين أندية في البرتغال، نادي فاطم نادي لوليتانو، وكمان عندنا استثمار في تشيك في نادي تشيكي اسمه راكوفلي. طبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله. كمان يعني انتقلنا الى الاي سبورت اللي هو الرياضات الالكترونيه اللي تعتبر جزء من الرياضه. الان في اهتمام بالنسبه للرياضات الالكترونيه وصار في اتحاد سعودي خاص بالرياضات الالكترونيه والذهنيه. ففي الحمد لله عندنا بطوله شهريه في الرياضات الإلكترونية في الإي سبورت بالقيمة شهريا تحت مسمى AGC اللي هو Arab Gamer Championship. هذه برضو من ضمن الاستثمارات الجديدة اللي بنحاول ندخل فيها وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله. أنا أبارك لك هذا النشاط وشكرا لوجودك معنا هنا في برنامج للرواد فقط لكي نطلع أكثر على عالم الرياضة، وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا ماريا، يعطيك العافية.